ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هنتكلم عن الابديت، عاوزين نعمل ايديتنج على الداتا بتاعتنا. تمام، هنروح نعمل كالعاده شو دي بي اس الدي بي باي ديفولت تيست. تمام، عاوزين نستخدم الماي سيكوال. تمام، عاوزين نقول شو كوليكشن واخرها اس. تمام، عاوزين نستخدم البيبول عشان نشوف الداتا بتاعتنا. هنقول مثلا ايه دي بي دوت بيبول دوت فاين دوت بريتي. تمام، دي الداتا بتاعتنا بكل بساطه. تمام، عاوزين نعمل ايديتنج مثلا على الاج بتاع مثلا بتاع الفريست نيم اللي هو اسامه محمد، عاوزين بدل 15 نخلوه مثلا 17. دي هنعملها ازاي؟ في داله عندنا اسمها ايه؟ اسمها ابديت. لو قلنا دي بي دوت بيبول دوت ابديت، تمام، الداله دي بتاخد تو بارامتر. تمام، بالمنظر ده تو جيسون. تمام، العلامتين بتوع جيسون داتا. تمام، هنا بحط الكريتيريا بتاعتي. يعني ايه الكريتيريا بتاعتي؟ بحط الشرط بتاعي، يعني عاوز اللي مثلا النيم. تمام، دوت مثلا فيرست نيم. تمام، ايكوال ايه مثلا محمد. اذا اول شرط او اول بارامتر بقول له شوف انا عاوز اعمل ابديت، اللي انا هعمله ده اللي هو هيتعمل هنا الايديتنج اللي انا هعمله هنا عاوز يتعمل على اللاست نيم، مش فيرست نيم، اللاست نيم اسمه ايه؟ محمد. تمام، هنا هحط الايه؟ الكويري بتاعتي، او هحط قصدي الايه؟ الايديت اللي انا عاوز ايه؟ اعمله. احنا في الاول في البارامتر الاول ده الكويري بتاعي، تمام، ده الكونديشن بتاعي، اما في الثاني ده هحط الايه؟ الابديت، الحاجه اللي عاوز اعمل لها ايه؟ ايديتنج. تمام، في البارامتر الثاني هنحط كيورد اسمها set دولار ساين set. تمام، المفروض جوه الكوسين. تمام، دولار ساين set. تمام، هنقول الاج ايكوال كام؟ عاوزينه مثلا 18. كده المفروض بعمل edit على اللي اخره محمد، الاج 15 هيبقى ايه؟ 18. تمام، تعالوا نعمل كده شو للداتا. خلينا نعمله فاين. تمام، لو رحنا عند محمد الاج بقى كام؟ بقى 18. كده احنا عملنا ابديت على الايه؟ الداتا بتاعتنا. تمام، بعد ما عملنا ايديتنج في الداتا بتاعتنا، عاوز اعمل مثال تاني صغير هبين فيها حاجه مهمه جدا. دي الدوكيومنت بتاعتنا، لو بصينا فيها هنلاقي ان في دوكيومنت في اللاست نيم خضر، وفي برضه دوكيومنت اللاست نيم فيه خضر. تمام، فانا هنا هعمل ايه؟ هقول له اعمل لي ابديت على اللي النيم بتاعه. قلنا بياخد ايه؟ تو بارامتر، اللي النيم بتاعه لاست نيم. تمام، اللي النيم بتاعه اللاست نيم بتاعه اسمه خضر، خليه لي الاج وليكن خليه لي مثلا 70. تمام، خلينا نعمله انتر. عمل لي ماتش ل1 وموديفايد ل1، قال لي الماتش مع الدوكيومنت 1 دوكيومنت. طب ازاي 1 دوكيومنت وهنا اللاست نيم خضر وهنا لاست نيم خضر؟ المفروض دوكيومنت عدد دوكيومنت اللي عملناهم ماتشد ايه؟ 2، ويعمل موديفايد ل2. لو رحنا عملنا فاين هنلاقي ان عمل في الاول بس الاج 70 والثاني سابه زي ما هو. يا جماعه الابديت، الفانكشن بتاعت الابديت دي بتعمل ايديت لاول دوكيومنت يقابلها، يعني بتعمل ايديت لاول دوكيومنت يقابلها. اي حاجه ثانيه منطبقه عليها الكونديشن بتاعي او الكيوري بتاعتي ما بتنفذهاش، بتنفذها على اول واحد بس. اذا نستنتجه من الابديت، المفروض تديله، يعني ده استنتاج، المفروض تديله هنا حاجه زي الاي دي، لان هو اصلا هيعمل ايديتنج على واحد بس. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم ازاي نعمل ايديتنج على كل الدوكيومنت اللي بتحقق فيها الكيوري دي. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عنها. تمام، تمام كده احنا ايه؟ وضحنا الحته دي. تمام، عاوزين بقى نروح على حته ثانيه مهمه جدا. لو انت قلت له مثلا اللاست نيم
خضر مثلا، قلت له ست مثلا الفون تمام ايكوال مثلا الرقم تمام، وعملت انتر تمام. هنروح هناك، هنروح نعمل فايند تمام. راح، هو احنا عملنا ايه؟ اللاست نيم خضر. اذا اول واحد هيقابله، اول واحد هيقابله ايه؟ ده تمام. راح عمل انسيرت للفون بايه؟ بالرقم. اذا لو انت اديت له اتريبيوت، اما عملنا هنا ادينا له اتريبيوت مش موجود، راح ما لقوش اصلا موجود، فايه؟ فعمل له ست تمام. لو مثلا عملنا مثلا قلنا لاست نيم تمام، وادينا اي قيمه، طبعا ما فيش حد النيم دوت لاست نيم ايكوال ايه؟ اتش اتش اتش، عملنا انتر، رحنا عملنا فاين، هنلاقي انه ما عملش اي حاجه تمام. لو انت ما عملش اي حاجه ليه؟ لان انت قلت له النيم دوت لاست نيم نقطتين فوق بعض اتش اتش اتش، راح يدور على الكور دي ما لقاش، اذا مش هينفذ اي حاجه. طب انا عاوز اخليه لو عمل الكوري ديت تمام وما لقاهاش تمام، يعمل لي نيو دوكيومنت في الايه؟ او نيرو او دوكيومنت في الكوليكشن بتاعي. يعني بمعنى لو رحت هنا وقلت له مثلا علي احمد تمام، وعملت ريسيت للفون تمام مثلا الرقم ده تمام، عملت انتر، قلنا مش هيعمل حاجه، ماتش زيرو، ابسيرتد زيرو، موديفايد زيرو. عاوزين بقى نتكلم على الابسيرتد. في بارامتر كمان بيتحط هنا تمام اسمه ابسيرت تمام، اللي هو ايه؟ ترو تمام. لو عملت انتر، بصوا بقى معايا، قال نعمل كده فايند تمام، عمل في الاخر نيو دوكيومنت اهو، اي دي، اديله اي دي والبلاير اتش والاج 50. بس واحد يقول لي ده كان موجود، هقول لك ايه؟ الفون المفروض اللي هو الفون، هل الفون موجود؟ البلاير اتش لا، اذا ما عملش انسيرت، ما عملش انسيرت لسه للداتا، اذا عندنا حاجه غلط. ده كان دوكيومنت موجود عندنا. تعالوا كده نطلع فوق نشوف هل ده كان موجود. اه فعلا ده كان موجود اصلا تمام. اذا المفروض هنا بيقول لك النون موديفاير ابسيرت ترو. تعالوا كده نشوف ايه الغلط اللي ايه اللي عندنا تمام. الغلط اللي عندنا بكل بساطه ان احنا المفروض نعمله هنا ايه؟ كوسين بس، مش اكتر، مش اكتر ولا ايه ولا اقل. وهنا المفروض الست، في هنا كوس تمام، الكوس بتاع الست تمام. كل يا جماعه بارامتر بتفتح له كوسين، كل بارامتر بتفتح له كوسين، وخلي بالكم من ايه؟ من الاقواس تمام. تعالوا نعمل انتر، قال لي ايه هنا؟ ايه ماتشد زيرو، ما فيش اصلا. انت عاوز تعمل ايه؟ ابديت على النيم دوت لاست نيم علي احمد تمام. فراح الماتش ما لقاش، بس عمل ابسيرت. ابسيرت انا مديله هنا ابسيرت ترو، معنى ابسيرت ترو ان انا بقول له لو ما لقيتش في الكويري ده او في الكريتيريا ديت ما لقيتهاش، اعمل لي نيو دوكيومنت، حط لي النيم دوت لاست نيم علي احمد وايه، وحط لي الفون بالرقم ده. لو نيجي نعمله فايند، نزلنا تحت هنلاقي ايه؟ عمل اي دي، وعملنا النيم دوت لاست نيم علي احمد والفون ده. وصلت يا جماعه؟ اذا يا جماعه عشان نلخص اللي احنا عملناه ده، اول حاجه خدنا الابديت، وقلنا ان الابديت بتعمل ابديت على اول دوكيومنت يقابلها تمام. واذا استنتجنا ان الابديت المفروض يديله حاجه زي الاي دي، حاجه يونيك، لانه بيعمل ايديتنج على ايه؟ على دوكيومنت واحد فقط تمام. قلنا انك لو انت ضفت هنا زي ما عملنا فوق، لو ضفت، لو انت قلت له هنا مثلا نيم دوت لاست نيم علي احمد، وقلت له مثلا عاوز تعمل ايديتنج على الفون تمام، وعملت مثلا الفون كده مثلا، وعملت انتر، عمل ماتشد وعمل ايه؟ موديفايد. لو فايند هنروح لايه؟ لا يتغير تمام. لو انا بقى عملت له، قلت له عدل لي مثلا الايه؟ الاج تمام، وخليه لي مثلا 25 مثلا تمام، هيروح هيلاقي، هيعمل الكريتيريا بتاعته او الكونديشن بتاعه، هيلاقي فعلا ان في واحد النيم من لاست نيم علي احمد، هيقول له عدل لي على الاج. هل الاج موجوده؟ لا. يبقى هيعمل ايه؟ انسيرت لايه؟ لنيو كولوم، النيو كولوم في السيكوال، نيو بقى ايه؟ نيو فيلد تمام. لو رحت عملت فاين
هلاقي ان ضاف لي ايه الاي. دي تاني حاجه اتعلمناها. اتعلمنا تاني الابسيرت، لو انت الكاتريتيريا بتاعتك مش متحققه، تمام، اللي هي النيم دوت لاست نيم مش متحققه، اذا هيروح يعمل الانسيرت لنيو رو، وقلنا لازم تحط ايه ابسيرت ترو. اتمنى يا جماعه تكون دلت الابديت، انا لميتها بقدر الامكان. ان شاء الله يكون الفيديو واضح، ولو في اي حاجه مش واضحه او وقفت معاك تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.